وللمزيد حول تظاهر أو تزايد ظاهرة الإخفاء القسري في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الدكتور صباح المختار. أهلا بك معنا دكتور صباح. أهلا، مساء الخير. أهلا بك دكتور صباح. بداية، يعني غياب المحاسبة إلى أي مدى ساهم في تفاقم أزمة المخفيين قسرا في العراق؟ في الحقيقة أن مساهمة الحكومة أصلا في عملية الإخفاء، ليست فقط من قبل الميليشيات. الحكومة العراقية لديها سجون سرية قد تدار من قبل الميليشيات وقد تدار من قبل بعض الوحدات الخاصة، ولكن في النهاية هي مسؤولية الحكومة. هذا من ناحية. من الناحية الثانية أن الميليشيات الموجودة في العراق حاليا تخضع كما صدر القانون الخاص بها إلى قيادة رئاسة إلى رئيس الوزراء، إلى القائد العام للقوات المسلحة. وبالتالي نستطيع الحديث عن الميليشيات، ولكننا في الحقيقة نتحدث عن إحدى أيادي الدولة. هذا من الناحية الشكلية. لكن من الناحية الواقعية، الحكومة في بغداد لا تستطيع السيطرة على أي جزء من مفاصل الدولة، لا تستطيع السيطرة على الوزارات ولا على الموظفين ولا على الوزراء ولا على القوات التي تسمى قوات مسلحة، لأنه في العراق هناك العديد من الأشخاص الذين يعتبرون من القوات المسلحة تحت تسميات مختلفة. الجميع يرتدون الخاكي، ولكنهم في نهاية الأمر يتبعون إلى جهات مختلفة، وجميعها نظريا تتبع رئيس الوزراء. وبالتالي الإعفاء، ليس هناك فقط إعفاء من المسؤولية، هناك إخفاق من الدولة. الدولة بصورة رسمية. لأي غرض دكتور صباح؟ لماذا يعني تقوم الحكومة بمثل هذه التصرفات؟ لأن هذه الحكومة قائمة على الفساد وعلى الإجرام. هذه حكومة نصبها الأمريكان وتديرها إيران، وبالتالي ليس لديهم لا الحكومة ولا الوزراء ولا الميليشيات أي مصلحة في العراق. بالنسبة لهم مجموعة من السراق والقتلة والخونة والعملاء للدول الأجنبية، سواء كانت إلى أمريكا أو إلى إيران أو حتى إلى دول أخرى من دول المنطقة. هؤلاء الأشخاص لا يهمهم العراق ولا يهمهم العراقيين ولا يهمهم حتى لا الشرف ولا الخلق ولا الإنسانية. إخفاء الأشخاص يؤدي إلى تدمير العوائل، ليس فقط الشخص المخفي، وإنما العائلة نفسها هي التي تعاني من هذا الوضع. لربما كانت يعني تبرر الحكومة هذه التصرفات فيما مضى بموضوع العمليات العسكرية التي يصعب يعني الضبط تفاصيلها، ولكن الآن ما هي حجة الحكومة؟ ما الحجة من عدم ضبط هذه التصرفات التي تصفها بالنهاية أنها فردية؟ أولا، الحكومة تستطيع أن تقول ما تريد. الناس تعلم يقينا. أولا، حينما نتحدث عن موضوع الإرهاب والحرب على الإرهاب، الموصل مدينة دمرت عن آخرها، المدن الأخرى الرمادي والفلوجة وديالة وسامراء وتكريت كل هذه المدن تم تدميرها بحجة الإرهاب. في نهاية الأمر، حينما يتم تدمير المدينة وتهجير أهلها من قبل سلطات، أما سلطات الدولة أو سلطات جلبتها سلطات الدولة، يعني مثلا الطائرات الأمريكية وغيرها، أو أن تقوم بها ميليشيات، في نهاية الأمر هؤلاء الأشخاص لا يهمهم مصلحة الوطن، ما يهمهم هو إجراء التغييرات التي يريدونها. موضوع التطهير العرقي، موضوع تمكين إيران من الاستيلاء على المناطق، التفرقة بين الشيعة والسنة. مع الأسف الآن الشيعة في العراق يدفعون ثمن ما قاموا به تجاه السنة. أنا لا أتحدث بأساس طائفي، ولكن في نهاية الأمر هناك مجموعة من العراقيين الذين ينتمون إلى المذهب الشيعي أو الجعفري، هم الذين قاموا بتدمير المناطق الأخرى بحجة الإرهاب ومكافحة الإرهاب. نعم. تدمير مدينة الموصل بالكامل لا علاقة له لا بداعش ولا بالإرهاب. طيب. هذا جزء من العملية، وهذه التفرقة العنصرية
أو الطائفية التي تشجعها الحكومة هي السبب في هذا الوضع. نعم دكتور صباح، يعني إذا أردنا أن نأتي إلى الوضع القانوني بالنسبة لذوي هؤلاء المخفيين قسريا، ما وضعهم القانوني عندما يريدون التقدم بشكوى، خاصة مع غياب مذكرات الإحضار في مثل هذه الحالات؟ هل موقفهم القانوني ضعيف أم ماذا؟ الموقف القانوني الإخفاء القسري هي جريمة ضد أحكام القانون الدولي، إضافة إلى كونها جريمة وفق أحكام القانون العراقي. المسؤولية هي من مستويين، المستوى الأول هو المستوى الداخلي. مع الأسف تم تسييس القضاء بدرجة بحيث لا يمكن الاعتماد عليه. بالنسبة إلى الجانب الدولي، في الوقت الراهن هذه الدول التي اجتمعت في بغداد والدول التي تؤيد العراق وخصوصا إيران وأمريكا إلى حد ما، بالنسبة لهم ما يهمهم هو المصلحة، وبالتالي لن يتناولوا هذا الموضوع. في هذا المجال أنا ما أدعو إليه أن يقوم كافة الأشخاص الذين أخذ أبناؤهم قسرا، أن يقوموا بتوثيق هذا العمل. ليس يعني أنا قلبي يتفطر حينما أسمع أم تتحدث بهذه الطريقة عن ابنها الذي اختفى، ولكن تتحدث عن أخذوا ابني. من اللي أخذ ابنها؟ متى أخذوا ابنها؟ هناك ما يسمى بعملية التوثيق. يفترض أن هؤلاء الناس الذين فقدوا أعزائهم أن يقوموا، أنا متأكد عندهم أولاد أو بنات أو إخوة أو أصدقاء الذين يقومون بكتابة ورقة أنه بالتاريخ الفلاني الساعة الفلانية في المكان الفلاني جاء أشخاص هذه صفاتهم. إذا ما يعرفون أسمائهم ما هي الصفة التي جاءوا بها؟ إذا جاءوا بسيارات ما هي؟ ولكن نعم هذه الناحية لا تحتاج إلى إثبات دكتور صباح. لا لا لا، إحنا هناك جانبين، هناك الجانب الإعلامي والسياسي، هذا كلام نتحدث عليه. لكن حينما نتحدث عن الجانب القضائي أي المساءلة القانونية، سواء كان المساءلة القانونية داخل العراق مستقبلا أو خارج العراق، هذه جميعها تتطلب توثيق. الإسرائيليين أخذوا من الألمان مخصصات عن ساعات العمل الإضافية لليهود من زمن هتلر 1945، أخذوها في عام 1995 50 سنة بعد ذلك، بأن قدموا أوراق أن فلان الفلاني كان عاملا في المعمل الفلاني، كان مرتبه كذا، عمل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، وبالتالي هذا هو المبلغ اللي ألمانيا مدينة له. هكذا يجري التوثيق. أما موضوع أنه نستمر إحنا بالشكوى إلى الله وإلى الحكومة وإلى العالم الدولي، لن نحصل على الحقوق. وما أخشى من أن هذه الحقائق ستختفي بموتنا نحن الأشخاص الموجودين في هذا الأم التي اختفى ابنها، حينما تموت سيموت الموضوع، ولكن هنا لا يعلمون. دكتور صباح، ألا تتحمل هنا الأمم المتحدة جزءا من المسؤولية؟ والله يا أخي الأمم المتحدة والعالم جميعا يتحمل المسؤولية، لكن إذا أردنا المساءلة لكي نكون واقعيين، لا يمكننا الحديث عن مسؤولية الأمم المتحدة ولا مسؤولية أمريكا. ليس لأنهم أبرياء، هم من قام بالعمل وهم من تسبب به وهم من تستر عليه، ولكن في نهاية الأمر الحقوق ما تؤخذ من الجميع. أنه هذه الطريقة اللي تضيع فيها دم الشهيد أن توزع على القبائل وتوزع على الجهات، يجب أن تستمر الدعوة لإيجاد المخفيين قسرا ضد الحكومة العراقية والمسؤولين العراقيين والميليشيات. قد لا يحصلون على حقوقهم الآن، ولكن الأم التي تقوم بتوثيق بشكوى أو بأوراق ما حصل لابنها، قد يستطيع حفيدها ابن الشهيد ابن المخفي أن يتابع ذلك. أما إذا لم يجري توثيق، الطفل لا يعرف ماذا حصل لأبيه، لأن الذين في سنه قد ذهبوا. هكذا تجري توثيق الجرائم، جرائم الإخفاء القسري في العراق، ويجب أن يتم ذلك بطريقة منظمة. وأنا أتمنى على زملائنا وإخواننا المحامين ومدافعين حقوق الإنسان أن يهتموا بهذا الأمر، أن يقوموا بعمليات توثيق كافية. الهيئة تقوم بعمل من هذا النوع،
هناك بعض المنظمات تقوم بهذا العمل، ولكن هذا لا يكفي. الناس بحاجة إلى أن، أنا شاهدت القضاء البريطاني يحاكم الجنود البريطانيين عن الجرائم التي ارتكبوها في العراق. المشكلة اللي واجهناها أن الشهود العراقيين الذين فقدوا أبنائهم أو أبائهم أو أشخاصهم قدموا إفادات متناقضة. واحد يقول جو بالليل، واحد يقول جو بالنهار، واحد يقول بس إنجليز، واحد يقول إنجليز وعراقيين. وبالتالي المحكمة قالت نعم أنا أعرف أن هناك جريمة، وأعرف أن هناك احتمال هذول المجموعة اللي سوا، لكن أنا ما وجدت واحد اللي يقدر ينطيني الحقائق. وبما أن هناك تناقض في الروايات أنا ما أستطيع أن أحكم على أحد. هكذا نضيع الحقوق، لذلك يجب توثيق قضايا المخفية أصلاً. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من لندن، رئيس جمعية المحامين العرب في لندن الدكتور صباح المختار، شكرا جزيلا لك.